توقيف المتظاهرين وخطفهم وإخفاء مكان احتجازهم وضربهم وترهيبهم وتعذيبهم كلها ممارسات مخالفة للقوانين الداخلية والدولية، كما أنه محاولة منع المتظاهرين من حقهم باستخدام الحيز العام بما في ذلك إقفال الطرقات سلمياً هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بحسب العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية على دول الموقعة، تسهيل التجمعات السلمية ومساعدة المتظاهرين لتحقيق أهدافهم المشروعة، وقد تكون هناك حاجة لإغلاق الشوارع، إعادة توجيه حركة المرور، توفير حماية للمتظاهرين من الانتهاكات المحتملة من جانب الجهات المعارضة لهذه التجمعات، وهذه القيود لازم تكون متناسبة وضرورية وغير تعسفية، وإلا تعتبر هذه الممارسات من قبل السلطة انتهاك للمادة 21. شو هي حقوق المتظاهرين إذا تم توقيفهم؟ مقابلة المحامي أو المحامية وتدوين اسمه على المحضر من دون الحاجة لوكالة، طلب معاينة طبيب شرعي وتدوينه على المحضر، الالتزام بالصمت خلال التحقيقات، قراءة محضر التحقيق قبل توقيعه، ويمكن أيضاً رفض التوقيع أو التوقيع مع التحفظ في حال تم تحريف الأجوبة، المطالبة بتركه فوراً في حال لم يتم الاتصال بالنائب العام وتدوين هذا المطلب على المحضر. بالمقابل شو هي حقوق القوى الأمنية؟ استهداف الأشخاص اللي عم يسعوا لخرق الأمن هو حق وواجب عناصر القوى الأمنية، ولكن استهداف الصحفيين أو المواطنين اللي عم بيصوروا شو عم بيصير أمر غير قانوني، بحق للقوى الأمنية استخدام الأسلحة غير القاتلة مثل الغازات المسيلة للدموع عند الضرورة، ولكن استخدام الخرطوش ورصاص المطاطي ورصاص الحي هو غير قانوني إلا بحالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة البالغة.